السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بورتريه. وإحنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد وهو كنز من كنوز الحضارة المصرية القديمة وهو حجر رشيد. وطبعا يعني كتير جدا من الناس أو قبل اكتشاف حجر رشيد ما كانش في حاجة اسمها علم المصريات، إن طبعا علم المصريات أو علم الإيجيبتولوجي اللي بيتدرس دلوقتي في جميع أنحاء العالم تم معرفته أو تم الأخذ به بعد اكتشاف حجر رشيد وفك رموزه. يعني إحنا طبعا كتير جدا بقى من الناس بيتساءلوا علم المصريات ومصر القديمة وملوك مصر القديمة والحاجات الجميلة اللي إحنا عرفناها عن القدماء المصريين، إحنا الحاجات ديت ما كانش عندنا خلفية ولا دراية بيها إلا بعد أن تم فك رموز حجر رشيد على يد عالم الآثار الفرنسي شامبليون. وده طبعا كانت دي بمثابة البداية لعلم الإيجيبتولوجي، ويمكن الفترة اللي فاتت تم الاحتفال بمرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد. طيب لو احنا هنتكلم من البداية ونشرح ونقول للسادة المشاهدين، هناخد الموضوع واحدة واحدة ونقول يعني هو ايه حجر رشيد وإيه مادة الصنع بتاعته وإيه الكتابات اللي كانت موجودة عليه وهو دلوقتي وإزاي وصل إنجلترا وفرنسا كانت أخدته إزاي والمتحف البريطاني بيستفيد منه إزاي، وهل في محاولات لاسترداد هذا الحجر ولا الموضوع هيتنيه زي ما هو. طبعا دي كلها أسئلة ممكن بتدور في ذهن السادة المشاهدين اللي بيتابعوا الحلقة بتاعتنا في برنامج بورتريه. فأنا طبعا عايز أقول على حاجة مهمة، إنه من حسن حظ الحضارة المصرية القديمة أن تم اكتشاف حجر رشيد. ليه؟ البداية بتبدأ في 15/7/1799. فرنسا كانت جايبة مدافع جديدة وبتركبها في القلعة اللي هي قلعة سان جوليان اللي هي طبعا موجودة في رشيد في محافظة البحيرة. هما بيركبوا المدافع بتاعتهم، احد جنود الحمله الفرنسيه بيسمى بيير بوشارد، الراجل ده لقى في اساسات القلعه حجر من الجرانو ديوريت، من ماده الجرانو ديوريت، ودي ماده صلده جدا او ماده شديده الصلاده، مكتوب عليها ثلاث كتابات مختلفه. فهو طبعا الراجل ده كان ذكي، يعني احنا يعني طبعا انت لما بتشوف حاجه غريبه جدا فلازما بتلفت انتباهك. فهو طبعا على الفور راح رايح مبلغ القائد بتاعه اللي هو اسمه مينو، فقال له انا لقيت حجر عليه ثلاث كتابات مختلفه، من ضمنهم كتابه بتنكتب على الجدران بتاعه المصريين القدماء اللي هي الجدران اللي كانت موجوده على المعابد. يعني احنا طبعا على المعابد المصريه كانت في نصوص هيروغليفيه، بس طبعا في اثناء وجود الحمله الفرنسيه في مصر ما كانش حد عارف، في التوقيتات دي ما كانش حد عنده درايه بالكتابات اللي هي موجوده. فطبعا على الفور تم نقل الحجر الى الاسكندريه، وبعد كده نقلوه للقاهره المجمع العلمي ده طبعا، لان فرنسا طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان هي طبعا كانت جايبه معاها علماء اللي هم علماء الحمله الفرنسيه اللي هم وثقوا كل حاجه في مصر، وكان لهم بصمه كبيره جدا عندنا هنا في مصر. وبالفعل تم نسخ عدة نسخ من الحجر لكي يتم توزيعها على الجامعات أو الناس المهتمين بالعلوم على مستوى العالم، وبالفعل تم إعداد عدة نسخ منه. طيب بعد ما فرنسا سيطرت على الحجر في الفترة ديت، إنجلترا وقعت أو إنجلترا انتصرت على فرنسا، فبموجب اتفاقية أبرمت ما بين إنجلترا وفرنسا تم تسليم الحجر للإنجليز، والحجر تم نقله لإنجلترا واستقر في المتحف البريطاني 1802. ففي الفترة بتاعة 1802 الحجر اتنقل من الميناء وبعد كده وصل إنجلترا واستقر هناك. طيب الحجر عبارة عن ايه؟ الحجر طبعا زي ما انا قلت تم الكشف عنه 1799 15/7/1799.
هو عبارة عن مرسوم أو كلام بيتقال ليه بقى إيه، على لسان مين؟ على لسان الكهنة. الكهنة بتوع اللي هم كانوا عايشين بتوع منف اللي كانوا عايشين في عصر الملك بطليموس الخامس، بيبقى بيقدموا له شكر إن هو عفى المعابد بتاعتهم أو عفى الكهنة من الضرائب. وبناء على كده تم كتابة الحجر بثلاث كتابات مختلفة، عشان ما نقولش ثلاث لغات مكتوبة على الحجر، ودي النقطة اللي أنا هوضحها للسادة المشاهدين دلوقتي. يبقى الحجر اتكتب بثلاث كتابات مختلفة. الثلاث كتابات اللي موجودة إيه؟ عندنا الخط الهيروغليفي، ده كان أول خط من فوق. خط الهيروغليفي كام سطر بقى؟ عليه 14 سطر هيروغليفي. بعد كده عليه 32 سطر دمطيقي. آخر حاجة عليه 54 سطر يوناني، واليونانية كانت معروفة في التوقيت ده لكتير جدا من الناس. طيب الارتفاع بتاعه كام؟ الارتفاع بتاعه 100 متر و12 سم او متر و13 سم، العرض 75 سم او 76 سم واقل من 76 سم يعني، والسمك بتاعه 28 سم يعني 28 سم ونص. طيب هنبدا نقول الكتابات اللي موجوده على الحجر. طبعا في كتير جدا من الناس يقول لك ان عليه اللغه الهيروغليفيه وعليه اللغه الديموطيقيه وعليه اللغه اليونانيه. لا غلط، هذا خطا. عليه ما يسمى باللغه المصريه القديمه. ليه بقى؟ عشان نرجع بقى نفهم الساده المشاهدين ان حجر رشيد او الروزيتا ستون ده، طبعا الكتابات اللي موجوده عليه كان عليه خطين، اتنين، خط هيروغليفي وخط ديموطيقي وخط يوناني قديم اللي هو اللغه اليونانيه القديمه. طيب الهيروغليفيه، من الخطا ان انا اقول على الهيروغليفيه اللغه الهيروغليفيه. ليه؟ اقدر اقول عليها الخط الهيروغليفي، لان اللغه المصريه القديمه لم تكن الهيروغليفيه، ولكن الهيروغليفيه هي احد خطوط اللغه المصريه القديمه. احنا عندنا خطوط اللغه المصريه القديمه الهيروغليفيه، الهيراتيقيه، الديموطيقيه، واخيرا القبطيه. طب هل هم لغات ولا هم خطوط؟ لا، هم الخطوط زي خط النسل وخط الرقع. طيب الهيروغليفية هو خط العلامات الكاملة، لما يبقى عندي علامة مرسومة ده بتبقى ده هيروغليفي. طب الخط الهيراتيقي هو خط مختزل من الخط الهيروغليفي، يبقى الهيراتيقية هي مختزلة من الهيروغليفية. طيب الديموطيقية، قال لك الديموطيقية هي أكثر اختزالا، يعني هو الحرف واحد. يعني لو أنا مثلا عندي علامة البومة، رسمة البومة برسمها بالشكل الكامل بتاعها، يبقى انا بقول ان ديت الخط الهيروغليفي. طيب لو البومه ديت رسمت اختزلتها يعني ايه؟ ما رسمتهاش بالشكل الكامل، اختزلت الشكل بتاعها، هنقول عليه خط هيراتيقي. طب لو اختزلتها اكثر فاكثر، هو ده الخط الديموطيقي. طيب هل هم جم يعني تعاصروا مع بعض؟ لا، هم في فترات زمنيه بتفصل ما بين ده وده وده. طيب الهيروغليفيه طبعا منذ بدايه التاريخ المصري القديم او منذ عصور ما قبل الاسرات البوادر بتاعت الهيروغليفيه ظهرت، لكن احنا طبعا كعلماء اثار او علماء ايجيبتولوجي مش عارفين التوقيت الزمني اللي ظهرت فيه الهيروغليفيه تحديدا، ولكن المصري القديم كان انسان مبدع فكان بيستمد اللغه من كل شيء محيط به. طيب دي اول جزئيه. ثاني جزئيه الهيراتيقيه. بعد كده الكهنه لما بداوا عايزين يكتبوا كتابات ما تكونش معروفه لكتير جدا من الناس، فبدأوا يختصروا الخط الهيروغليفي فيما يسمى بالخط الهيراتيقي. والدليل على كده ان هم الاول كانوا بيستخدموا الحجاره ان هم ينقشوا عليها. بعد كده لما لقوا ان في صعوبه، يعني انا لو عايز ابعت رساله، لو في ملك في مصر عايز يبعت، او في مثلا اللي هم مثلا حاكم اقليم معين عايز يبعت لحاكم اقليم تاني او عايز يبعت للملك رساله، كان يجيب حجر ويبداوا يسووا الحجر وبعد كده يكتبوا عليه وبعد كده يبعتوه. قال لك الموضوع صعب، فاحنا عايزين نخترع حاجه تكون يعني سلسه شويه او فيها سلاسه شويه عن الحجر. فقال لك ان هو اخترع ورق البرد، فكانوا بيتم الكتابه على ورق البرد. فالكتابه على ورق البرد فعلا كانت بتتكتب بالهيروغليفي او بتتكتب بالهيراتيقي او بتتكتب بالديموطيقي، وكان ليها وش وظهر والبرديات. ممكن احنا عندنا برديات كتيره جدا موجوده في مصر تم الكشف عنها، اخرهم طبعا البرديه بتاعت اللي كشف عنها الدكتور مصطفى وزير اللي هي وزير واحد واثنين وخلافه. طيب اليوناني القبطيه بقى، قال لك القبطيه هي اخر مراحل تطور اللغه المصريه القديمه. عندما دخل الاسكندر المقدوني مصر 332
قبل الميلاد بدأ اليونانيين أو بدأت الكتابة اليونانية تحل تدريجيا محل الكتابة اللي كانت مستخدمة في التوقيت ده اللي هي الدمشقية. يعني أنا عندي في الفترة اللي دخل الإسكندر المقدوني فيها مصر كانت الدمشقية هي الكتابة اللي بنكتب بها عقود الزواج وعقود الأرضية الأرض وملكيات الأرض وخلافه، كل الكتابات كانت بتنكتب بالدمشقية، هي كانت كتابة شائعة في هذا التوقيت. الهيروغليفية طبعا لأنها كانت بتحتاج إن أنت تقعد بقى ترسم وإلى آخره، فكانت بتاخد وقت، فقال لك الدمشقية كانت كتابة سريعة فكانوا بيستخدموا الدمشقية في الكتابة. طيب بعد ما اليونان أو الإسكندر المقدوني دخل مصر أصبحت مصر تحت الحكم اليوناني، وبدأ يتم استبدال كل حاجة بقى الكتابات وكل حاجة باليونانية. طيب القبطية عبارة عن إيه؟ قال لك 24 حرف يوناني مضاف ليهم 7 حروف مش موجودة في مش موجودة في اليونانية. عندك طبعاً ال7 حروف اللي مأخوذة من الدمشقية عندنا الشاي والفاي والهوري والجانجا والتشيما والتي. طبعاً ال7 حروف وعندي رقم 6 اللي هو اسمه سؤوم، فده طبعاً 7 حروف تم أخذهم من الدمشقية تم إضافتهم لل24 حرف يوناني عشان أكمل بيهم الحروف أو أكمل بيهم الحروف بتاعة القبطية. في بعض الناس بيقول لك ان القبطيه هي اخر مراحل تطور اللغه المصريه القديمه، وفي بعض الناس الثانيه بتقول لك ان القبطيه هي لغه مستقله بذاتها، لكن انا بقول لك النهارده من خلال برنامج بورتريه ان القبطيه هي اخر مراحل تطور اللغه المصريه القديمه، لان القبطيه ظهرت قبل ميلاد السيد المسيح ب 150 سنه، وليس هناك علاقه بين القبطيه والمسيحيه، لان المسيحيه هي ديانه، اما القبطيه هي لغه ونحن كلنا اقباط. كلمه قبط اللي هو كلمه مصري ملهاش علاقه بالديانه المسيحيه وليس لها علاقه، ولكنها القبطيه هي لغه اهل مصر. المصريين كانوا كانوا بيكتبوا وبيتكلموا القبطيه، وبعد ميلاد السيد المسيح ظهر عندنا برضو لهجات كتيرة جدا، عندنا اللهجة الصعيدية، عندنا اللهجة البحرية، عندنا اللهجة البشمورية، عندنا اللهجة الفيومية إلى آخره، لهجات كتيرة جدا كان بيتكلم بها أبناء الصعيد والدلتا وخلافه. طيب هنرجع بقى، يبقى أنا دلوقتي عرفت إن حجر رشيد اللي كان موجود عليه كان موجود عليه خط 14 سطر هيروغليفي. عندي بعد كده 32 سطر دمشقي، بعد كده 54 سطر يوناني. طيب محاولات فك المحاولات اللي بتاعه فك حجر رشيد بقى، كتير جدا من الناس في اعتقادهم ان العالم الاثار الفرنسي شامبليون هو اللي فك حجر رشيد، لكن انا بقول لك ان كان في محاولات سبقت شامبليون في فك حجر رشيد، ويمكن احنا كان عندنا علماء عرب وعلماء مسلمين كان لهم دور كبير جدا وبارز في فك رموز حجر رشيد، واشهرهم طبعا ابن وحشيه، وعندنا كتب اتعملت في هذه في لترجمه النصوص بتاعه المصريين القدماء، وكان العرب والمسلمين كان لهم سبق ورياده في هذا الامر، ويمكن عندنا زهر اكريبلاد وعندنا يعني علماء كتيره جدا سبقوا شامبليون، لكن شامبليون جه في عام 1822 وطلع للعالم كله في مؤتمر علمي كبير وقال لهم انا استطعت ان افك رموز الحضاره المصريه القديمه. ومن هنا ومنذ هذا التوقيت بدات مصر او بدا العالم كله يوجه انتباهه لعلم جديد وهو علم الايجيبتولوجي وعلم المصريات. وعلم المصريات ده ما بيتدرسش هنا في مصر بس، احنا عندنا جامعات كتيرة جدا أشهرها جامعة ليدن في هولندا من الجامعات اللي بتدرس علم المصريات، عندك جامعة ديرهم في انجلترا، عندك في الجامعات في روسيا، عندك في أمريكا، عندك في انجلترا، في كل دول العالم، عندك في استراليا، في سيدني، أماكن كتيرة جدا وجامعات كتيرة جدا بتدرس علم الإيجيبتولوجي وعلم المصريات بكل فروعه بقى، سواء بقى آثار مصرية قديمة، آثار جريك رومان، آثار يونانية رومانية، عندنا علم المصريات أو مصر ليها ريادة وسبق للعالم كله، والدليل على كده مش عشان خاطر عشان خاطر إن أنت لو رحت أي دولة من دول العالم أو رحت أي متحف من متاحف العالم هتلاقي إن في آثار مصرية موجودة في المتاحف دي،
فده طبعا ده حاجه مهمه جدا كنت لازم اوضحها للساده المشاهدين عشان يبقوا عارفين اهميه الحضاره المصريه القديمه واهميه اللغه المصريه القديمه في او اهميه مصر القديمه بالنسبه للعالم الحديث كله. ومصر كان ليها السبق والرياده في جميع المجالات بقى، في الاثار وفي الفن وفي كل حاجه، يعني مصر علمت العالم كل حاجه. لو انت جيت بصيت لورق البردي على سبيل المثال هتلاقي ان مصر هو اللي اخترعت ورق البرد، لو بصيت مثلا لعلم الفلك هتلاقي ان المصريين برعوا في علم الفلك، لو جيت بصيت مثلا في الطب في المصريين عرفوا التحنيط لحد الان العالم كله عاجز عن فهم سر التحنيط. فانت بتتكلم عن علم او عن مصر القديمه او عن اكتشاف مذهل اذهل العالم كله، ال 200 سنه بحالهم هو عمر علم المصريين. ننظر او احنا داخلين في 201 سنه، لان طبعا احنا السنه اللي فاتت 22 احتفلنا بمرور 200 سنه على فك رموز حجر رشيد على يد عالم الاثار الفرنسي شامبليون. لكن طبعا اكتشاف الحجر كان قبل كده زي ما انا قلت لحضراتكم في 15/7/1799، ويمكن الحجر زي ما انا قلت برضو ان هو استقر في المتحف البريطاني 1802. طيب كيف تستفيد بريطانيا او كيف يستفيد المتحف البريطاني من وجود حجر رشيد؟ حاجه مهمه جدا الساده المشاهدين يبقوا عارف لازم يبقوا عارفين عندهم خلفيه بيها، اللي هي ايه؟ ان انت لما مصر طلبت باسترداد حجر رشيد بدا المتحف البريطاني يسلط الضوء على حجر رشيد. ازاي؟ بنسبه 90% من زوار المتحف البريطاني بيروحوا يزوروه عشان يشوفوا حجر رشيد. شوف بقى، يعني شوف انا عايز اوصل للساده المشاهدين قد ايه دوله زي انجلترا بتستفيد من اثر مهم من الاثار بتاعتنا اللي هو حجر رشيد. شوف بنسبه كام؟ 90% من زوار المتحف البريطاني بيستفادوا من وجود حجر رشيد. طيب وهو يعتبر اكثر المقتنيات زياره في المتحف البريطاني. طيب انت عندك في المتحف البريطاني عندك كام قطعه؟ عندك اكتر من 100,000 قطعه اثار مصريه. تمام؟ لو انت جيت بصيت برضو لحاجه مهمه برضو انا عايز اقول لك عليها اللي هي ايه؟ احنا كمصر او المتمثلين بقى طبعا في وزاره الاثار المصريه او كدوله مصريه، احنا يمكن بعتنا خطاب للبريتش ميوزيوم قلنا لهم ان احنا والله عندنا هنفتتح المتحف الكبير واحنا بنقول لكم ان احنا عايزين نستعير حجر رشيد في الافتتاح بتاع المتحف. طبعا امناء المتحف قالوا الخطاب بتاعنا وقال لك ايه احنا هنشوف الموضوع ده، فجاه رفضوا ان هم يعيرونا او يدونا الحجر عشان نفتتح بيه المتحف الكبير. فطبعا انه طبعا هم قالوا لك ان احنا مصر هتاخد الحجر ومش هترجعه، بس هي طبعا دي كانت عباره عن اتفاقات او بروتوكولات هتبقى موجوده بيننا وبينهم، ان احنا قلنا لهم احنا هندوكوا قطعه بديله تحطوها مكان الحجر لحد ما يتم ارجاع الحجر مره اخرى. ولكن احنا مش يعني انا برضو يعني بقول للساده المشاهدين ان ده حقنا، يعني حجر رشيد ده هو ده حق مصر، وهو اخترع بطريقه غير شرعيه. يعني عشان في ناس يقول لك ايه في اثار طلعت بطريقه شرعيه وفي اثار طلعت بطريقه غير شرعيه، واه عندنا قانون حمايه الاثار واليونسكو والكلام اللي حضراتكم عارفينه كل ده. لا انا عايز اقول ان حجر رشيد طلع بطريقه غير شرعيه لسبب ان احنا كنا محتلين، احنا كنا احتلال فرنسي، فرنسا كانت محتليه مصر، وبعد كده جت انجلترا هزمت فرنسا بناء على الاتفاقيه او الاتفاقيه اللي ابرمت ما بين انجلترا وفرنسا، فرنسا سلمت الحجر مع اثار ثانيه وانجلترا خدتها معاها. طيب انت كدوله مصريه تقدر تستفيد من الحجر ازاي؟ انت في عندك كذا سيناريو، يا اما انتم ان احنا نعمل نناشد بقى كل الناس بقى، تعالى بقى انا عايز توقعات من الشعب المصري كله ان هو يتكلم ان احنا نسترد اثر مهم من الاثار بتاعه الحضاره المصريه القديمه بتاعه اللي هو اثر اللي هو حجر رشيد. يبقى احنا بنعمل ضغط شعبي على الحكومه الانجليزيه، او ان احنا مثلا نوقف البعثات الانجليزيه، يعني تعالوا احنا عايزين الحجر ده طب خلاص انتوا مش لا الحكومه الانجليزيه مش هتدينا الحجر، طب تعالوا بقى
شوفوا بقى نسبة الدخل اللي بيدخل للحجر ده قد ايه. انا من وجهة نظري المتحف البريطاني بيستفيد استفادة كبيرة جدا من وجود حجر رشيد فيه. لا احنا بنقول لك ادي مصر نسبة من دخل المتحف، لان اغلب الناس اللي بتدخل بتزور المتحف البريطاني البريتش ميوزيوم بتروح عشان تزور حجر رشيد. ويمكن هم كان الاول كانوا حاطين حجر رشيد في قاعة مظلمة، لما مصر بقى طالبت باسترداده وبداوا يحسوا ان في يعني طلب او في اهتمام بالحجر، قال لك ايه، لا ده احنا عايزين نشوف حجر ايه، عايزين ان احنا نجيب الحجر بتاع، يعني عايزين نحطه في حاجه الناس كلها تشوفه او يبقى في مكان كويس. فبداوا يسلطوا يعملوا له اضاءات معينه، حطوه في قاعه كويسه، مش عارف ايه، بداوا يسلطوا الضوء عليه. واغلبيه الزيارات بتاعت الناس من جميع انحاء العالم بيروحوا عشان يشوفوا حجر رشيد، يشوفوا الحجر اللي تم فك رموز الحضاره المصريه القديمه بتاعه. فده طبعا احنا اقل حاجه احنا ممكن نطالب بيها ان احنا ناخد نسبه من الدخل بتاع المتحف البريطاني، نظرا لان هم بيستفادوا من الاثار بتاعتنا اللي هي موجوده عندهم. هم الاثار بتاعتنا موجوده عندهم، هم بيكسبوا من الكلام ده. فاحنا كدوله مصريه بنقول لهم والله انتم المفروض تدونا نسبه من هذا الموضوع. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو اللي انا عايز اوصلها للساده المشاهدين، ان احنا ما عندناش حجر رشيد واحد بس، احنا عندنا اربع احجار مشابهه لحجر رشيد. واحد هيقول لي لا، اربع احجار مشابهين لحجر رشيد؟ اقول لك اه، ويمكن الاربع احجار دولت اقدم زمنيا من حجر رشيد. حجر رشيد التاريخ بتاعه 196 قبل الميلاد، عصر بطليموس الخامس. احنا عندنا اربع احجار بترجع لعصر بطليموس الثالث، ومكتوبين برضو بكتابات نفس مشابهه لكتابات حجر رشيد، بس طبعا هي يعني الصيغه مختلفه، مش من يعني طبعا احنا عارفين ان حجر رشيد كانوا كهنه منف بيقدموا الشكر والثناء للملك بطليموس الخامس، ان هم بيشكروه ان هو عفى المعابد بتاعتهم من الضرائب، عفاهم من الضرائب. لكن الاربع احجار اللي تم الكشف عنها هم موجودين في المتحف المصري، بيرجعوا لعصر بطليموس الثالث. ويمكن بس هو طبعا اهميه حجر رشيد ان هو تم الكشف عنه قبلهم، لكن طبعا الاربع احجار اللي انا بقول لك عليهم دولت اللي هم مشابهين لحجر رشيد هم تم الكشف عنهم في سنوات لاحقه. يعني احنا عندك الحجر الاول تم الكشف عنه 1866، الحجر الثاني عثر عليه في 1881، والحجر الثالث عثر عليه في 2002. انا بشكركم طبيعه طبعا كل الشكر والتقدير، وان شاء الله انتظروني في حلقات قادمه باذن الله، وفي برنامجكم بورتريه. كان معكم دكتور محمود حمد الحوصري، مدرس الاثار واللغه المصريه القديمه جامعه الوادي الجديد. شكرا.